اهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب الصف الخامس، معكم مستر مجد خالد في المراجعه النهائيه للترم الاول. احب افكركم بالقناه، القناه مجانيه 100%، مش مطلوب مننا غير احنا نعمل لايك شير سبسكرايب، نفعل زر الجرس علشان يجينا كل جديد. الكومنت تعليق لو انت حابب، لو في اي حاجه مش فاهمها، لو حابب تسال تستفسر عن اي حاجه، اهلا وسهلا انا معك. خلينا نبدأ مراجعتنا على طول. ده رابط المحاضرة على اليوتيوب، لما بعد كده هننزلها إن شاء الله. طيب، مراجعة المفهوم الأول. 1. أكمل العبارات الآتية: يسمى انتقال البذور من مكان لآخر. قلنا انتقال البذور من مكان لآخر يسمى إيه؟ اللي هو أيوه الوسيد ديسبرسال أو انتشار البذور. تعمل أوعية اللحاء وفي النبات. طب النبات كان فيه نوعين من الأوعية، أوعية اللحاء وأوعية إيه؟ برافو عليكم، أوعية الخشب. النبات عمل الشرايين والأوردة لنقل الماء والغذاء لجميع أجزاء الجسم، وهناخدهم بالتفصيل دلوقتي. تنتقل البذور من مكان لآخر من خلال اللي هو انتشار البذور، يبقى من خلال 3 حاجات: 1. أيوه الماء. 2. الرياح. 3. فراء الحيوان. يبقى عندي البذور تنتقل من خلال الماء والرياح وفراء الحيوان. 4. يدخل الهواء إلى النبات من خلال، طب احنا عندنا في الإنسان الهواء يدخل من خلال طبعا الأنف ثم القصبة الهوائية إلى الرئتين وهكذا. طب في النبات عنده إيه؟ أيوه عنده الثغور أو الفتحات الصغيرة جدا في الورقة. يبقى يدخل الهواء إلى النبات من خلال، بيدخل منين؟ من خلال إيه؟ يعني ثاني أكسيد الكربون أهو، بصوا معايا في الصورة دي، ثاني أكسيد الكربون بيدخل إلى النبات من خلال فتحات صغيرة جدا على جانبي الورقة هنا، اسمها الثغور، اسمها الثغور. 5. يعتمد النبات على إيه لتكوين غذائه عكس الإنسان والحيوان؟ سؤال مفتوح الإجابة. يعني هنا فحد يقول لي مستر انا هكتب على نفسي، النبات يعتمد على نفسه لتكوين غذائه عكس الانسان. اه ماشي صح. واحد يقول لي مستر طب انا هكتب يعتمد النبات على مثلا ضوء الشمس وثاني اكسيد الكربون. تمام، لان احنا الانسان ما بيكونش غذائه من ضوء الشمس وثاني اكسيد الكربون. تمام، يبقى يعتمد النبات على نفسه لتكوين غذائه عكس الانسان والحيوان. طب الانسان والحيوان بيعتمد على مين؟ على نبات آخر أو حيوان آخر ليحصل على الطاقة اللازمة له. طيب، تتحول الطاقة الضوئية للشمس، أهي طاقة الشمس، يا ترى تحولت لإيه عند القيام بعملية البناء؟ أدي عملية البناء الأول، أدي الطاقة الشمسية أهي، تمام، اتحولت لإيه؟ سكر. طب السكر ده إيه؟ طاقة كيميائية. يبقى تتحول الطاقة الضوئية للشمس، أدي الطاقة الضوئية للشمس اتخزنت في النبات في هيئة السكر جلوكوز اللي هو إيه، بيبقى طاقة كيميائية. الأوعية التي تنقل الماء والعناصر الغذائية من الجذور إلى باقي أجزاء النبات، خدوا بالكم اربطوا هنا معايا ما بين كلمة الماء. يبقى الأوعية التي تنقل الماء، خد بالك ادي نقل الماء والعناصر الغذائيه طالع لفوق اهو اهو، يبقى دي اسمها اوعيه ايه؟ الخشب. اربطوا معايا، يبقى اوعيه الخشب لنقل الماء والعناصر الغذائيه لاعلى، حطوها في دماغكم. اول ما يقول لك الاوعيه التي تنقل الماء يبقى على طول هتبقى اوعيه ايه؟ الخشب. ينتج النبات غاز اثناء عمليه البناء، ادي عمليه البناء الضوئي. هو هنا قال لي ينتج، خد بالك من كلمه ينتج يعني بيطلع. طب هنا النبات طلع لنا ايه في عمليه البناء الضوئي؟ ايوه غاز ايه؟ الاكسجين. تعتبر ايه العضو المسؤول عن التكاثر؟ طيب ادي السيدز اهي، ادي البذور اتكونت هنا في الحتف، اسمها ايه دي؟ ايوه الزهره. تعتبر الزهرة هي العضو المسؤول عن التكاثر في أغلب النباتات. 10. إذا حصلت إيه على الماء والهواء سوف تنمو وتصبح نباتا كاملا.
ايوه اللي موجوده هنا اسمها ايه؟ البذور. اذا حصلت البذور على الماء والهواء سوف تنمو وتصبح نباتا كده. تنمو السقان ايه؟ اسفل الارض كما في نبات البطاطس. وان نبات البطاطس ده بيبقى ايه؟ من الدرنات، تمام؟ ده من الدرنات او التيوبرز اللي هي تنمو تحت سطح الارض. الماده المسؤوله عن اللون الاخضر في النبات، ايه اللي بيخلي النبات لونه اخضر؟ الاوراق بالذات بيبقى لونها اخضر. ايوه الكلوروفيل. ماده الكلوروفيل هي المسؤوله عن اللون الاخضر في النبات. الاسئله دي مش شرط انها تجيلك بالظبط كومبليت، لكن هو مش هيطلع براها، يعني ده المفهوم الاول. مفيش سؤال أو هيطلع بره دول، يعني هي دي الافكار الرئيسيه بتاعت الكل. ممكن يجي لك في صوره اختياري، في صوره صح وغلط، في صوره توصيل، لكن هي نفس الفكره. عشان كده ركزوا معايا تمام في الكام فيديو اللي احنا ننزلهم، عشان تلاقي نفسك لامي من الدنيا حتى لو ما ذاكرتش من اول السنه. الكام فيديو اللي هنزلهم هيظبطوا لك الدنيا تمام. طيب اكتب المصطلح العلمي. عملية يقوم بها النبات لصنع غذائه، اهي اسمها ايه العملية دي؟ ايوه عملية البناء الضوئي. يبقى عملية يقوم بها النبات سوري لصنع غذائه، عملية البناء الضوئي. او هي تنقل الغذاء. هنا ما قاليش الماء، قال لي ايه؟ الغذاء. ادي نقل الغذاء اهو. انا جبت لكم الصور عشان خاطر ايه تبقى متقربه. نقل الغذاء. طب الغذاء ده بيتصنع فين؟ اهو عندنا في الورق السكر اهو، تمام. نقل الغذاء على فكره، الغذاء مش بيبقى السكر بس، ده بيبقى فيه السكر وكربوهيدرات، تمام، وستارش فات اللي هي كربوهيدرات ودهون وبروتينات وحاجات تانية، يعني كل ده بيبقى اسمه عناصر غذائيه، تمام. يبقى ادي الغذاء اهو، مين اللي هينقله؟ أوعية اللحاء. يبقى علم كده، أول ما يقول لك تنقل الغذاء، أوعية تنقل الغذاء من ورقة النبات، يبقى على طول بيتكلم على أوعية اللحاء، تمام كده؟ يبقى أوعية اللحاء. طريقة انتشار بذور جوز الهند. قلنا جوز الهند خفيفة الوزن، عشان كده تطفو فوق إيه؟ فوق الماء. يبقى عندنا جوز الهند خفيفة الوزن، لذلك تطفو فوق ايه؟ فوق. زوائد تشبه الشعر بالجذر. ادي الجذر اهي، ادي الزوائد اهي التي تشبه الشعر اهي. وصلوا الصورة اهي. زوائد تشبه الشعر بالجذر تزيد من كمية الماء والعناصر الغذائية التي يمتصها النبات، تزيد من امتصاص النبات للماء والعناصر الغذائية اللي هي الشعيرات الجذرية. يبقى زوائد تشبه الشعر على طول بتروح على الشعيرات الجذرية. مادة بأوراق النبات تعطيها اللون الأخضر، قلناه. ما الذي يعطي النبات لونه الأخضر؟ مادة موجودة في البلاستيدات الخضراء اسمها الكلوروفيل. يبقى مادة الكلوروفيل هي التي تعطي النبات اللون الأخضر. وإيه كمان يا مستر؟ الكلوروفيل كمان تمتص إيه؟ الطاقة من أشعة الشمس، أو تمتص الطاقم الضوئي. طيب غاز يتصاعد من عملية البناء الضوئي أهو، خد بالك من الكلام، قال لك يتصاعد. غاز يتصاعد يعني طالع من عملية البناء الضوئي. غاز ينتج. يبقى أنا لما يقول لي غاز يتصاعد، غاز ينتج، أوكي، يبقى يقصد بيها غاز إيه؟ الأكسجين. طب لو قال لي الغاز الذي يحتاجه النبات لعملية لا، هنا قال لي يحتاجه النبات، يبقى النبات بيحتاج ايه لعملية البناء الضوئي؟ ثاني اكسيد الكربون. فركزوا كويس في الكلمات. غاز يتصاعد يعني طالع من عملية البناء الضوئي، هو غاز ايه؟ الاكسجين. أوعية دموية تنقل الدم الغني بالاكسجين. حط خط تحتيه، الدم الغني بالأكسجين. مين الأوعية اللي بتنقل الدم الغني بالأكسجين وكمان من القلب، يعني طالعة من القلب؟ هما عندك يعني كلمتين. أول حاجة غني بالأكسجين وطالع من القلب، يبقى على طول بيتكلم في الشرايين اللي هي الأرتريز.
يبقى على طول بيتكلم على الشرعية. يبقى وعية دموية، قال لي غني بالأكسجين من القلب، يبقى على طول بيتكلم على إيه؟ بالشرعية. طب الأوردة بيبقى فيها غنية بإيه؟ أو بيبقى فيها نسبة أكبر من ثاني أكسيد الكربون. يبقى أربط الأكسجين مع إيه؟ الشرايين، واربط ثاني أكسيد الكربون مع الأوردة. الطاقة المخزنة في سكر الجلوكوز في النبات، قلناها من شوية، قلنا السكر الجلوكوز ده متخزن فيه طاقة، أيوه، كيميائية، الطاقة الكيميائية. قلنا النبات بيحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية في صورة سكر جلوكوز. أوعية في النبات تربط الساق بالأوراق، تمام؟ تمام، آدي الساق أهو، وآدي الأوراق أهو، إيه الأوعية اللي بتربط الساق بالأوراق؟ تمام، أوعية الخشب. فتحات صغيرة بأوراق النبات يمر من خلالها الهواء، قلناها ثاني أكسيد الكربون ده قلنا هيدخل عن طريق إيه؟ والأكسجين ده لما يطلع هيطلع عن طريق إيه؟ إيه الفتحة اللي موجودة هنا على جانبي الأوراق أو موجودة في الورقة هنا؟ فتحات صغيرة توجد بأوراق النبات اسمها إيه؟ الثغور. برافو عليكم، الثغور. خلاص كده؟ صح أم خطأ؟ العبارة الصحيحة ولا العبارة الخاطئة؟ تساهم الرياح في نشر بعض البذور، أنا جبتهم لكم هنا أهو عشان خاطر أدي البذور وأدي طرق الانتشار بتاعها، يعني يزور الهباء تنتشر بالرياح لأنها خفيفة وجافة، أدي بذور الكبكب برضو تنتشر بالرياح، تمام؟ أدي عندنا الجوز الهند اللي إحنا اتكلمنا عليه تنتشر فيه وتطفو على سطح طبعا الطماطم والتفاح. تمام، عن طريق الكائنات الحية بعد أكلها يتم إخراجها تخرج مع الفضلات في مكان ما. تساهم الرياح في نشر بعض البذور، آه عندنا أهو زي مثلا بذرة الكركم أهو تنتشر بالرياح. ينقل اللحاء الماء من الجذر إلى هنا، قلنا اللحاء ما بينقلش الماء، بينقل إيه؟ أيوه، الغذاء من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات. قلنا هنربط اللحاء مع الغذاء. طب مين اللي بينقل الماء؟ أوعية الخشب. يحتاج النبات الماء والهواء وضوء الشمس للبقاء حيا، طبعا يعطي الكلوروفيل النبات اللون الأخضر المميز له، قلناها مرتين ودي الثالثة. الكلوروفيل يعطي النبات اللون الأخضر المميز له، إجابة إيه؟ برافو عليكم، صحيح. يتشابه الجهاز الهضمي للإنسان مع نظام النقل في النبات. هو هي كلمة واحدة اللي فيها خطأ هنا، هو الجهاز الهضمي ولا الجهاز الدوري؟ أدي جهاز النقل في النبات أهو، وهنا الجهاز مين اللي شبههم؟ الجهاز الدوري. يبقى يتشابه الجهاز الدوري للإنسان اللي هو القلب والشرايين والأوردة والشعيرات الدموية مع نظام النقل في النبات، مش يبقى الخطأ في كلمة العظيم. تصبح الحياة مستحيلة على كوكب الأرض بدون النباتات، أكيد طبعا، أكيد طبعا، يعني النبات إنه مصدر غذاء يمد تمام الإنسان والحيوان بغاز الأكسجين، يساعدنا في التخلص من كمية ثاني أكسيد الكربون، كل ده بيعمله النبات. ينمو النبات بشكل أفضل في التربة عن خارجها، طبعا ينتج الجلوكوز والاكسجين اثناء عمليه البناء الضوئي. ادي عمليه البناء الضوئي، ايه اللي بيطلع؟ ادي السكر الجلوكوز، وادي ايه؟ الاكسجين. اذا العباره صحيحه. صوب ما تحته خط. ينمو النبات بصوره جيده في المنشفه الورقيه اللي هي التشوي المناديل. هل كان ينمو بصوره جيده ولا كان في التربه بينمو بصوره جيده؟ طبعا في التربه، ليه؟ لأن التربة بيها العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات. يعني التربة بيبقى فيها العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات. يبقى النبات ينمو بصورة جيدة في التربة. تقوم أوراق النبات بامتصاص الماء. هو أوراق النبات بتمتص إيه؟ أهو قدامكم. أوراق النبات بتمتص إيه؟ الطاقة الشمسية، وبتمتص ثاني أكسيد الكربون، حاجتين، طاقة الشمس تمام وثاني أكسيد الكربون، دول بيتم امتصاصهم عن طريق اوراق النبات، اي واحده فيهم اكتبها صح.
يبقى تكون مراك لابد من اكتساب ذوق الشرايين، تمام كده خلاص. الشرايين من مكونات الجهاز الهضمي في الإنسان، الشرايين من مكونات الجهاز الهضمي، ادي الشرايين والأوردة موجودة هنا، وده الجهاز ايه ده؟ ايوه برافو عليكم، الجهاز الدوري في الإنسان. طنق الأوعية الخشبة للغذاء، وقف هنا ما تكملش، هو الغذاء مين اللي بينقله؟ نقل الغذاء مين اللي بينقله؟ أوعية الخشب ولا أوعية اللحاء؟ أدي سوري، نقل الغذاء أهو أوعية إيه؟ اللحاء. يبقى الغذاء أوعية اللحاء، الماء أوعية الخشب، اربطوا بقى عشان ما تغلطش. توصيل أوعية اللحاء، يلا قلناها دي ثلاث أربع مرات أهي بتتكرر، قلنا اللحاء نربطها مع إيه؟ برافو عليكم، مع الغذاء. يبقى اللحاء نربطها مع الغذاء، يبقى الواحد هتاخد ايه؟ دال. طيب اوعية الخشب اربطها مع الماء، برافو عليكم، اثنين يبقى فيها الف. ثلاثة، عملية البناء الضوئي اقول فيها ايه دي؟ عملية يقوم بها النبات لصنع غذاء. طب يلا انتوا بقى اللي جايين، تنقل الماء، مين تنقل الماء؟ لسه قايلينها، مين بينقل الماء؟ برافو عليكم، أوعية إيه؟ أوعية إيه؟ الخشب. طب فين هنا؟ بس هنا تنقل الماء والعناصر الغذائية من التربة، لا هنا واحد بقى، تنقل الماء والعناصر الغذائية من التربة للنبات، اللي هياخد المية والعناصر الغذائية من التربة طبعا هتبقى إيه؟ الجذور. تزيد من كمية الماء والعناصر الغذائية الممتصة اللي هي الشعيرات الجذرية، برافو عليكم. ثلاثة، فتحات صغيرة بالورقة يمتص الهواء من خلالها، اسمها ايه الفتحات الصغيرة الموجودة في الورقة؟ الصغور. اللي بعده، أجب عن الأسئلة التالية، قام أحمد بزراعة نبات في شرفة منزله ولكنه سافر لمدة طويلة وترك النبات بدون ماء، وضح ماذا سيحدث لهذا النبات. أكيد طبعا كلنا هنقول سيموت، صح كده؟ سيذبل. طب الإجابة خلوها منسقة، يعني سيذبل في الأول، هو النبات هيعمل إيه؟ هيذبل الأول وبعد كده هيموت، سيذبل النبات ثم يموت لأنه ترك بدون ماء، لأن الماء من العناصر الأساسية والاحتياجات الأساسية لإيه؟ لنمو الكائنات الحية. سيذبل ويصفر ويموت لأن الماء من الاحتياجات الأساسية للنبات. قارن بين احتياجات الإنسان والحيوان مستخدما بنك الكلمات من حيث التشابه والاختلاف. يعني أنت تقول الإنسان بيحتاج إيه والنبات بيحتاج إيه وهما الاثنين إيه المشترك ما بينهم. طب قبل ما نجاوب تعالى ناخدهم واحدة واحدة كده مع بعض، يعني قبل ما نجاوب، عملية البناء الضوئي دي للإنسان ولا للحيوان ولا ليهم هما؟ سوري، الانسان والحيوان ولا النبات ولا ليهم هما؟ خلاص كده يعني، يلا عمليه البناء الضوئي هتبقى موجوده فين؟ في النبات فقط، مش هتبقى موجوده. يعني عمليه البناء الضوئي لا الانسان هيحتاجها ولا الحيوان بيحتاجها، لكن مين اللي بيحتاجها؟ النبات فقط. طيب المأوى، يلا بقى، النبات ولا الإنسان والحيوان؟ برافو عليكم، الإنسان والحيوان هو اللي بيحتاج مأوى، مأوى يعني بيت، سكن، مكان يسكن فيه. طبعا النبات مش محتاج مكان يسكن فيه، يعني النبات بيبقى في الخلايا، يعني المأوى ده اللي هو الشيلتر ده احتياج أساسي للإنسان والحيوان. غاز الأكسجين مين بيحتاجه؟ الإنسان والحيوان بيحتاجوه في عملية إيه؟ التنفس. الماء الإنسان والحيوان والنبات بيحتاجوه، يبقى دي في حاجة مشتركة، الماء. ضوء الشمس، تمام، النبات يحتاجه أكتر في عملية البناء الضوئي، عملية التنفس. إحنا الاتنين بقى، النبات مع الإنسان والحيوان. طب النبات بيعمل تنفس؟ بيعمل حاجة اسمها cellular respiration أو تنفس خلوي بالليل. غاز ثاني أكسيد الكربون بيحتاجه النبات، تمام كده؟ يبقى لما نيجي نجاوب، احتياجات النبات بيبقى عملية البناء الضوئي وضوء الشمس وغاز ثاني أكسيد الكربون. طب التشابه،
الماء والاكسجين وعمليه التنفس. طيب احتياجات الحيوان اللي هي ايه؟ المأوى. يعني الحيوان طبعا النبات ما بيحتاجش مأوى، مش محتاج النبات بيت يسكن فيه، يعني النبات بينمو في اي مكان صالح للنمو. اثنين، احتياجات النبات، واحد عمليه البناء الضوئي، اثنين ضوء الشمس، ثلاثه غاز ثاني اكسيد الكربون. طب احتياجات الحيوان المأوى. طب ايه التشابه اللي ما بين الانسان والنبات؟ الماء، اهم احنا الاثنين بنحتاجه، اكسجين بنحتاجه احنا الاثنين، عمليه التنفس. الاكسجين يا مستر، طب النبات بيحتاجه فيه في عمليه التنفس الخلوي. يعني النبات بيبقى اثناء النهار بيعمل حاجه اسمها البناء الضوئي، بالليل بيعمل حاجه اسمها التنفس الخلوي بيحتاج فيها الاكسجين. من أين يحصل النبات على الاحتياجات التالية للقيام بعملية البناء الضوئي؟ النبات، من أين يحصل النبات على الماء؟ برافو عليكم، من التربة عن طريق الجذور. أهو يحصل النبات على الماء من التربة عن طريق الجذور والشعيرات الجذرية. ثاني أكسيد الكربون أهو من أين يحصل عليه؟ من الهواء. يحصل النبات على ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ويدخل عن طريق الصخور، ويدخل عن طريق الصخور في الأوراق. الطاقة الضوئية طبعا منين؟ من الشمس، أهو من أشعة الشمس، ويتم امتصاصها عن طريق مادة الكلوروفيل الموجودة في الأوراق، في البلاستيدات الخضراء. يبقى مين بيمتص أشعة الشمس أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الضوئية اللي موجودة أو الطاقة اللي موجودة في الشمس نفسها؟ مين بيمتصها؟ مادة الكلوروفيل هي اللي بتمتص هذه الطاقة وتختزلها. تمام كده؟ ادي احتياجات النبات وادي مصادرها. اتمنى ان احنا نكون افدناكم. ده المفهوم الاول كله، مفيش نقطة واحدة هتطلع بره اللي احنا بنقوله في اي امتحان. ان شاء الله الفيديو اللي جاي على طول، يبقى يعني بعديها على طول، يعني بكرة ان شاء الله هيكون الفيديو اللي بعده على المفهوم الثاني والثالث، علشان يبقى كده خلصنا الوحدة الأولى، وبعدها نكون خلصنا الوحدة الثانية سريعا، بحيث يفضل لنا وقت كمان نعمل فيه امتحانات ومراجعة نهائية. تابعونا بليز، تابعونا من فضلكم، تابعونا كمان ودعمونا بالسبسكرايب والشير واللايك. لو في أي احتياج، أي حاجة مش فاهمينها، ابعتوا لي في كومنت. شكرا ليكم، وأشوفكم على خير. سلام.